شكرا لك وشكرا السوداني من الشمال. أولا هو السوداني بيكون هذه الكلمة من سماحة ومن معان ومعان أيضا أقول سمحة دائما. أنا مركز في حكاية إنه زي ما طلع الأشعار اللي قريبة، أنا دائما بقول يا حمزة إنه السوداني سمح ببساطة، صحيح، رمس السلام لقيناه سمح شديد. سامح شديد، أرضا فشكرا سلاح. الخرطوم، شكرا جوبا، شكرا لكل من أسهم مهما كان موقعه، مهما كان نوع إسهامه، لكل من أسهم ولو بثمن سهم في أن يتحقق هذا السلام. ونتمنى فعليا كما هي أشواق كل مواطني النيل الأزرق كما ذكر زميلنا عامر، وبكل تأكيد هي أشواق لكل أهل السودان أن يتنزل هذا التوقيع بالأحرف الأولى وهذه الخطوة في السلام على أرض الواقع، لنذهب في كل مكان في السودان، إلى كادوغلي، إلى أي منطقة في السودان، إلى كسل الوريفة، إلى بورسودان، الخرطوم، درمان أو بحري، أي مكان في السودان إذا عاوزين ونمشي نشرب فيه قهوة نكون إحنا مرتاحين ومطمئنين ومبسوطين تمام. فخلونا مع بعض نشوف تقريرنا القادم ونحتسي القهوة سويا في كادوغلي. هي جنوب كردفان نهاية يوم طويل ورقائق شمسه تتهادى مودعة، أخذنا إلى أطراف المدينة إلى حجر المكة.